السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يعني بقالنا كتير جدا ما عملناش فلوج من فلوجات زمان ديت، ف هحاول. واللي ساعدني الصراحه ان انا جبت شويه حاجات للجو برو كده، تقدر تقول اقدر اعتمد عليها ان انا اصور فلوج كامل، يعني خاصه ان الصوت دلوقتي احسن. يعني شوف التست ده كده، يعني دلوقتي كده الصوت بتاع الجو برو لوحدها، لكن الصوت الخارجي، يعني جبنا مايك خارجي ووصله وحوارات كده مكلفه شويه، بس علشان نحسن الصوت، بس يستحق 100% الصرف اللي احنا صرفناه ده. يلا بينا. عايز حاجه يا امه؟ ابو حميد، ايه الاخبار؟ انت فين يا وحش؟ كل ده لا اكلت فطرت. دي الواد ده امسكه. امسك يا عم منجي. اهلا اهلا. ايه يا ابني الحاجات دي كلها؟ نعمل الشندوتش بتاعك. لا بص، This way we are recording. تحب نذيع؟ لا اله الا الله. يا عم العدسه الحلوه دي ما شاء الله. شفت بقى؟ لا ده قفص، لا مؤاخذه كيج يعني. ده الجو برو صح؟ ده جايبينه بس علشان نركب عليه الميكروفون الجميل ده. طيب، واحنا الحمد لله يعني وصلنا بالسلامه الحمد لله. ومحمد وفا، ذس از محمد وفا، جاي معانا كده السيشن ديت. المفروض ان احنا جايين عشان نزور صايب يعني، بس ايه جاي معانا السيشن ديت كده، عرفت الشقه يعمل ايه. اوكي، نروح نفطر ان شاء الله، يعني الناس يكونوا رجعوا من الاجازه كده، واللي احنا بنفطر عنده على طول يعني، عشان ناكل وفا بقى فول العربيه. واحمد برضو، لا انا متعود على فول العربيه. ماشي، اوتش. اهلا وسهلا، خلينا بس نظبط دلوقتي احسن كتير. اوكي، لو انت تابعنا على انستجرام فاكيد شفت صوره حاجه زي دي كده على انستجرام. كنت بجرب الجو برو، والجزء اللي فات ده كله كان متصور بالجو برو. يعني هو احنا يعني صرفنا شوية فلوس على كيج وعلى وصلة غالية جدا على فكرة، مش عارف ليه، وعلى ميكروفون علشان بس نقدر نسجل صوت كويس على الجو برو. يعني انا بحب الجو برو، صغيرة كده وممكن تبقى معاك وخفيفة جدا جدا جدا، ففكرة ان انت تسجل صوت كويس على كواليتي معقولة، شايف انها يعني صفقة عظيمة جدا. لكن للاسف يعني الموضوع ما نفعش قوي، لان في فوتج كتيره جدا. دي اتكسرت دي ولا ايه؟ يلا الحول. طب ميتشيك. fits right back on there real nice and easy. الحمد لله ما طلعش مكسور، طلع حوار كده يعني. الحمد لله اشتغلت تاني. اوكي، كنا فين؟ يا يعني دي الجو برو لوحدها، ودي الحاجات اللي المفروض ضفناها للجو برو بس علشان نسجل صوت كويس. لكن للاسف زي ما قلت ان الكابل ده بيتهز، فكان في مشكله كبيره جدا وضيع علينا فوتج كانت كويسة يعني. اي ثينك، مش عارف يعني، هنحاول نشوف لها حل ان شاء الله، بسنس ان احنا اشترينا الحاجة دي من امازون اصلا يعني، فانت احنا لبسنا خلاص. كنت عايز ان انا اشارك يعني شوية حاجات كده برضو behind the scene من الوركشوب والكلام ده، بس للاسف يعني الصوت خذلنا، فمش هقدر احط الحاجات ديت يعني. تمام، في حاجة حاجتين الصراحة مهمين جدا. اول حاجة هي النوت بوك بتاع دروس اونلاين، يعني فاينلي يعني في حاجه دروس اونلاين براندد، دروس اونلاين لون احمر طبعا اور فيفرت كلر، وكمان سنس ان هو يوتيوب ريليتد فاللون الاحمر هو يعني ايه، حاجات كتيره قوي الصراحه. اول بروتوتايب او اول فيرجن من الموضوع ده لذيذه، يعني فيها مكان هنا للقلم، لو انت معاك قلم مثلا فممكن تحطه هنا، مش لازم تحطه في جيبك او تحطه في نص الكراسه ويقع وكده. في البتاع ده اللي هو ايه، انك بتفتح وتقفل،
الورق مش مسطر. انا بحبش الورق المسطر الصراحة خالص. الورق اللي مش مسطر بيخليك تكتب في اي اتجاه، في اي من فوق لتحت من تحت لفوق، من غير ما يكون في سطور كده بتحدك يعني. في البداية هنا لوجو اليوتيوب وركشوب، سينس ان ديت اورينتد اكتر للناس اللي يحضروا الوركشوب، فا اي لايك ات. اتس نوت بيرفكت يعني، الجلو هنا مش جامد قوي، ساعات بيفك. الخيط اللي في النص هنا ساعات بيفك، يعني كواليتي كنترول ايشوز شويه. فهنحاول ان شاء الله في الباتش الجايه او في الدفعه الجايه نشوف حد تاني يعني، او لو الراجل اللي احنا عاملين عنه الحاجات ديت هيظبطها لنا، فممكن يعني نوافق تاني ان احنا نعمل عنده. الحاجه الثانيه هي يعني يمكن انا الحمد لله لقيت اجابه مختصره وسريعه وتوضح جدا ايه اللي احنا بنعمله في الوركشوب. هي مش شامله ولكنها بتديك انت كده اللي احنا بنعمله في الوركشوب. اللي شايفه دلوقتي هو فيديو يعني لشخص حاضر الوركشوب قبل ما يجي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. اتاخرنا عليكم لكن ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنحضرها للاشبال بتوعنا. والفيديو ده هو اول فيديو لنفس الشخص بعد ما حضر الوركشوب. السلام عليكم. الخمس وصايا. اما بعد، مهمتنا في الخمس وصايا ان نركز، وخد بالك من كلمة نركز على اهم خمس حاجات هيفيدوك في الموضوع بتاعنا. ده اول فيديو بعد الوركشوب، فالوركشوب يعني بتحول ده لده، او بساعدك انك لو عايز تعمل فيديوهات بكواليتي كويسة for يوتيوب and more يعني، هنساعدك ان شاء الله. فيعني دي تقدر تقول كده اجابة سريعة عن الوركشوب، عن ايه بتعملوا ايه والكلام ده كله. تمام. الاوضة مكركبة جدا يعني، كان عندنا فرح وتقريبا حطوا كل الحاجات اللي عايزينها تبقى بعيد عن الاطفال ولا يبوظوها كده يعني، وكأن الاوضة ناقصة اساسا حاجة زي دي. يعني انا محتاج اوضة اوسع ومحتاج مساحة اكبر من الاوضة. الاوضة بتاعتي ضيقة جدا يعني، مغرقوش العدسة الوايد انجل، لان الوايد انجل بتدي لك ان الحاجة كبيرة جدا. فخلينا نطلع فوق يعني. انا عندي صراحة يعني فكرة وحاول اعملها ان شاء الله، هتكون مكلفة شوية بس هتفرق معنا جدا جدا. يلا. Typical Egyptian home house. I don't know. اوكي، ده مفروض اخر دور عندنا في البيت. يعني بقى عشية الفراخ، قطط، بصل، حاجات كده، رمل يعني. ده المكان اللي انا هحاول ان انا يعني ايه استغله في ان هو يكون دروس اونلاين سبيس. الشمس حامية قوي النهاردة. ده المكان اللي انا هحاول استغله ان هو يكون دروس اونلاين سبيس يعني. ان شاء الله ننظفه ونظبطه ونصب وبتاع. تبقى تكلفة كتيرة بس I think ان هو يستحق، سنس ان احنا يبقى عندنا فعلا مساحة منعزلة عن البيت خاصة بس بالبرودكشن. كمان حتى الواحد لو زهق من الشغل يطلع بس في البلكونة هنا ويتفرج على المشهد ده. عمرك ما تمل من حاجة زي دي ابدا ابدا. حاجة زي دي كده يعني الحمد لله، احمد ربنا ان انا اتولدت في الارياف هنا. I'm really frustrated او محبط حبتين ان في حاجات كتير او فيديوهات كتير من احنا صورناها ما لقطتش صوت، وده ما ينفعش يكون حاجه شغله دماغك يعني. انت عايز تكون متاكد 100% ان الصوت شغال. فهنحاول نشوف لها حل يعني في يوتيوب. يعني يوتيوب عظيم صراحه يعني، لو قعدت من هنا لبكره ما كنتش هعرف البتاعه دي بتتركب ازاي. ففكره ان حد شارك الاكسبيرينس ديت على يوتيوب بيساعدنا كلنا، وبيساعدنا ان احنا نختصر وقت ونختصر مجهود ونختصر حوارات ونختصر ان احنا كان ممكن نبوظها اصلا يعني واحنا بنركبها. ف يعني the whole idea of the workshop هي ان احنا نساعد الناس اللي عندهم content ان هم يقدموا للناس بكواليتي كويسه ونختصر عليهم وقت طويل. ولو عايز تشترك في الوركشوب طبعا اللينك او رقم تليفون في الديسكريبشن تقدر تتواصل معايا. بذكر اليوتيوب والسوشيال بلاتفورمز، مؤخرا يعني انا يعني جذبني جدا انستغرام. يعني شايف ان انستغرام
لسه ما تلعبش فيه زي فيسبوك. يعني في فيسبوك للاسف الالجوريزمز مضيعه جدا. انستغرام لسه الاورجانيك ريتش بتاعه كويس وتقدر تواصل معاه مع الناس، ويعني شايف ان هو حاجه كويسه. وفي ناس كانت عجبها الكواليتي بتاع البيكتشرز ديت، وكانت بتسالني انت مصوره بكاميرا ايه؟ بكاميرا التليفون بس عليها شويه اديتس كده بابلكيشن اسمه سناب سيد. ابلكيشن عظيم يعني، ممكن نبقى نعمل له شورت فلوج او فيديو سريع هنا على قناه البلوج ازاي تستخدم ابلكيشن سناب سيد عشان فعلا تخلي الصور بتاعتك كويسه. يعني فرق ما بين السماء والارض، ما بين الصوره اللي الكاميرا واخداها الرا فوتج وما بين الصوره بعد ما تظبطها بالابلكيشن ده. ابلكيشن عظيم جدا جدا جدا، يعني تقريبا اي صوره بقيت باخدها وحابب ان انا اشيرها لازم لازم تدخل على الابلكيشن ده. في برضو يعني اكسبيرينس او حاجات او افكار فيديوهات يعني حابين نعملها، بس مش عارف اعملها هنا ولا اعملها على قناه دروس اونلاين. يعني الواحد عنده مشكله دي. هي ان احنا مؤخرا كان لنا كذا تجربه مع الشراء من امازون. يعني احنا بنشتري دايما بشكل دوري من امازون يعني، بس في حاجات اتعلمناها او حاجات المفروض تاخد بالك منها. مثلا يعني حاجه زي الشنطه العظيمه ديت، هي شنطه كاميرا ولابتوب وترافل وحاجات كتير كده. سعر الجمارك وشحن الدوري اغلى من سعر الشنطه اصلا. فيعني خلينا نبقى نتكلم في فيديو كده عن ايه الحاجات اللي لما تشتريها من امازون تكون عامل حسابك ان انت هتشتري او هتدفع فلوس كتيره جدا بخلاف سعرها، او تتجنب ان تشتريها من امازون اصلا. Again, this is او ده الكور او القلب او لب اليوتيوب، هي sharing experiences او ان انت تشارك الناس خبرتك في الحاجات ديت. ف كان نفسي ان ان السيت اب بتاعه الجو برو تشتغل علشان يعني نعتمد على شكل دوري بقى ونبقى اون ذا جو على طول ومعاك على طول. بس اتس اوكي اتس اوكي، يعني هنحاول ان احنا نشتغل باللي موجود عندنا دلوقتي. يا سلام عليكم.